حينما يكون الجهد مميزاً والعطاء فاعلاً، تسمو الهمم إلى مرافئ الإبداع وترتقي منار التميز. فللنجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع مميزون يحصدون، ولمهنة الطب البيطري أوفياء يصلون الليل بالنهار في العمل بكفاءة وولاء لخدمة مجتمعهم ودعم إنتاجهم والعمل على حماية الإنسان من الأمراض. إن تكريم العلماء والباحثين والكوادر المتميزة علمياً ومهنياً كان ولا يزال نهج هذا البلد المعطاء، والذي يعكس حرص قيادتنا الرشيدة أعزها الله وعنايتها بالعلم والعلماء، ومتعدد الجوائز التي اكتسبت شهرة محلية وأقليمية وعالمية، إلا أن جائزة المراعي للطبيب البيطري مثلت بحمد الله وتوفيقه حافزاً مهماً في إبراز الوجه العلمي والمهني للطب البيطري في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فحققت بذلك حضوراً وشهرة إقليمية واسعة. وها نحن اليوم نقطف ثمارها في هذه المناسبة العلمية بالاحتفاء بالفائزين في دورتها 12. الحفاظ على صحة الحيوان رسالة سامية يقوم عليها الطبيب البيطري من خلال آليات متعددة تتعلق بالتغذية والرعاية والعلاج والوقاية من الأمراض، ولذا وجب تقديم كل الدعم للطبيب البيطري للقيام بهذه المهام الكبيرة. تصب جائزة المراعي للطبيب البيطري في بث روح المنافسة بين الأطباء البيطريين والباحثين في مختلف التخصصات، وذلك من أجل تحقيق التميز والإبداع بما يخدم المهنة والمجتمع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضا الدول العربية. جائزة المراعي للطبيب البيطري إحدى الجهات التي تدعم الطبيب البيطري المتميز، ومنذ أن تأسست قبل 12 عاماً وهي تسعى إلى بث روح المنافسة بين الأطباء في تقديم أقصى ما لديهم خدمة لوطنهم ودعماً لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030. جائزة المراعي للطبيب البيطري منذ تأسيسها عام 1429 تأتي داعماً لمهنة الطبيب البيطري والأساتذة الباحثين العاملين في ذلك المجال، والدور الكبير والمهم الذي يقومون به في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها سوف ينعكس إيجابياً على رفع معدلات الإنتاج في قطاع الثروة الحيوانية وعلى تعزيز الأمن الغذائي في مملكتنا الغالية. برزت أهمية استخدام اللقاحات البيطرية في حماية الثروة الحيوانية والداجنة من العديد من المخاطر والتحديات التي تواجهها. عملاً بمبدأ الوقاية خير من العلاج، فإن استخدام اللقاحات البيطرية لها دور أساسي وفعال في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير الأمن الغذائي لأكثر من 7 مليار شخص على مستوى العالم. مش ممكن نقدر نوفر لهم هذا الكم من البروتين الحيواني إلا من خلال استخدام اللقاحات البيطرية. سيكون من المستحيل إنتاج ما يكفي من البروتين الحيواني لإطعام ما يقارب 7 مليارات شخص على وجه الأرض دون لقاحات لمنع الأوبئة الحيوانية في الحيوانات المنتجة للغذاء. المراعي تشعر بالفخر دائماً لكونها جزءاً ثابتاً من هذه الجائزة منذ تأسيسها قبل أكثر من 10 سنوات. الحقيقة أننا في المراعي لا نكتفي فقط بتكريم الباحثين، ولا نعتقد أن دورنا ينتهي عند تكريم الباحثين والعلماء في هذه الجائزة، وإنما نؤمن إيماناً تاماً أن ما نقوم به في هذا الجانب هو تعزيز للأمن الغذائي في المملكة ودول الخليج. ويقدر العلماء أن أكثر من 6 من كل 10 أمراض معدية معروفة لدى البشر يمكن أن تنتقل من الحيوانات، و3 من كل 4 أمراض معدية جديدة أو ناشئة في البشر تأتي من الحيوانات. أشكر أمانة الجائزة على جهودها ودعمها، وأحث زملائي للمشاركة بكافة فروع الجائزة في السنوات القادمة. جائزة المراعي تعتبر داعمة لنا في مشوارنا العلمي والمهني. نشكر جميع القائمين على هذه الجائزة. تقدم بخالص الشكر والامتنان للجنة جائزة المراعي للطبيب البيطري لاختيارهم لي
الباحث المتميز لهذا العام في الطب البيطري، وأتمنى أن يكون هذا حافزا لي في مسيرتي العلمية والبحثية، وأن تكون هذه الجائزة رسالة يحتذى به في الوطن العربي وفي العالم أجمع. أشكر لجنة أمانة جائزة المراعي للطبيب البيطري، شكرا لشركة المراعي وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير لدعمه للجائزة. شكرا للمملكة العربية السعودية وحصولي على هذا الوسام فخر لي، لأن هذه الجائزة راح تكون حافز لي في تطوير المختبرات البيطرية الوحيدة في دولة الكويت. دمتم سندا وداعمين ومحفزين للطب البيطري في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. سعدت بمشاركتي في جائزة المراعي للطبيب البيطري لهذا العام، وتشرفت بحصولي على جائزة أفضل طبيبة بيطرية بدول مجلس التعاون الخليجي. هذه الجائزة حافز ودافع لي نحو بذل المزيد من الجهد، وهي تمكين للمرأة الخليجية في مهنة الطب البيطري. أشكر سعادة أمين عام جائزة المراعي ورئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية وجميع القائمين على هذه الجائزة. أتقدم الشكر الجزيل للجمعية البيطرية السعودية وشركة المراعي لأدائهم للجائزة ومنحهم جائزة الطالب المتميز في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، وسوف تكون هذه الجائزة حافزا لي ولخدمة ديني ووطني بإذن الله. أنا الطالب أحمد زياد السليم جامعة الملك فيصل كلية الطب البيطري بالأحساء، وأتمنى أن أكون على حسن ظنهم وأن تكون بداية لي لمستقبل مشرق بإذن الله. جهود مشكورة وسعي حثيث من كوادر تمتلك الهمة والمعرفة والخبرة، وطريق محفوف بالتحديات والإنجازات لتحقيق مفهوم الصحة الواحدة لمجتمع ينعم بالحياة الآمنة في وطن الأمن والسلام.